وجبات غذائية يومية تتفق الوجبات التشادية كانت تقدم ولأول مرة للحجاج التشاديين بالأراضي المقدسة، بحيث أن اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة وتقديرا للذوق التشادي قد اختارت مجموعة من النساء التشاديات المقيمات بالسعودية لإعداد هذه الوجبات. يوم نسوا أسيدة ملا شرمو، يوم نسوا أسيدة ملا دراب أخضر، يوم بنسوا ريس، يوم نسوا إسباكيتي، يعني قاعدين نسوا لهم أكل كل ما أكل هكذا نتشاد هم بدوروا، يعني ما بدوروا شيء ما هنتشاد، بيجيبنا ما شاء الله، ما قصروا الأهل القاعدين هنا في السعودية، بيقفوا يعني بنيتوا من قالوا تشادين قالوا لو كان ما يدوا شيء كل يخدموه. هؤلاء النسوة اللائي تم اختيارهن لطبخ الطعام للحجيج التشاديين لقد ترك لديهن انطباعات شد جيدة. كبرى أخذنا من هناك هي شالت الكلام ده وجابت عدنا ليه وأنينا نفسنا معها وقلنا نقوف وراك أختي وما قصرت معانا وأنتم ما قصرتوا وقفتوا واللي أنتوا تدوروا كل سويتوا معانا. نائب رئيس اللجنة الذي قام بزيارتهن لقد عبر لهن عن امتنانه. شرفتونا ما شاء الله، شرفتونا عنا كل الضيوف الرحمات الخمسة آلاف فرحانين منكم، انتم ما قصرتم. نحن عندنا كباهة في بلدنا، تكلمنا من بدري أخذنا الحجاج قلنا نحن نهود حجاجنا، عندنا طعام خاص معروف الفوا معروف بالعيش. بحق أن الذوق التشادي الذي رافق الحجاج التشاديين بالأراضي المقدسة يؤكد بأن له مكان مرموقة بين الأذواق العالمية.